أولا الوزير سيد الوزير في مهمة ارتبطت بالتوديع ديال واحد الضيف كبير حل على بلادنا في المطار، وكان الاتفاق معه أنه بمجرد أن تنتهي عملية التوديع أن يلتحق بمجلس المستشارين، فهذه مهمة ينوب فيها عنا تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة عنا جميعا، هذا معطى. ولكن التضامن الحكومي مبدأ، أن نقول غياب الحكومة، الحكومة حضرت وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزير السياحة، الوزير ديال الشغل، الوزارة ديال الإسكان، الحكومة حاضرة تجيب على الأسئلة. كان في إمكاننا أن نطلب التأجيل، وآنذاك نواجه بأن الحكومة تتهرب من الجواب. القضية التي طرحتموها قضية معقولة، وأنا أشكركم على طرحها لأن فيها توضيح للرأي العام. أولا، الحكومة قامت بعملية تشغيل واسعة. الفصل 6 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ينص على أن صيغ التوظيف متعددة، ومنها التوظيف بعقود. توظيف بعقود بحسب الفصل 6 مكرر من القانون الوظيفة العمومية واضح، نحن نطبقه ونفعله، لأنه بعض المهام كتكون مؤقتة ونلزم الوظيفة الإدارة العمومية بأن تقوم بهدر المال العام لأنها توظف شخص بشكل دائم، في حين أن مهمة مؤقتة أو مهمة تحتاج إلى خبرة معينة فهذا التوظيف في إطار التعاقد موجود. التوظيف في إطار التعاقد عبر وزارة التربية الوطنية واللي كان إنجاز كبير، 2017 و2018 55 ألف منصب شغل، تم إنقاذ عشرات الآلاف من الأسر، أشخاص تجاوزوا السن القانوني اللي هو 45 سنة، والتوظيف عبر التعاقد في الأكاديميات شكل فرصة لهم. هذا الأمر فرض على الدولة واحد الميزانية ديال في السنة الماضية 3.5 مليار درهم إضافية. التوظيف عبر الأكاديميات ليس هو التوظيف عبر التعاقد الذي جاء في إطار المرسوم ديال غشت 2017، هذاك نظام خاص كان موجود منذ مدة وفي إطار تدبير لا مركزي، وشكل فرصة لحل مشكلة الاكتظاظ في التعليم بحيث تم تقليص النسبة بشكل كبير هذه السنة، زيادة من 90% ما كيتجاوش العدد ديال التلاميذ السنة الأولى 34 تلميذ، وهذا إنجاز. والسنة المقبلة غادي نواصلوا إن شاء الله. هذه الحكومة في سنتين غادي توظف تقريبا ما وظفته حكومتين، حكومة سجطة والحكومة سي عباس الفاسي كانوا 100,000 وشي حاجة، حنا في سنتين ما بين التعاقد والمناصب المالية غادي يكون واحد المجهود الذي يوازي تقريبا حكومتين، وهذا وعي منا أن هنالك أولوية ديال تشغيل ومحاربة البطالة. شكرا على الجواب.